أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة مباركة أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على السياسي المخضرم محمد قحطان، 6 سنوات من التعتيم والإخفاء القسري. الأستاذ محمد قحطان واحد من أبرز رجال السياسة والنضال السلمي في اليمن، اختطفته الميليشيات الحوثية قبل 6 سنوات تقريبا. هذا الاختطاف وما تلاه بعد ذلك من إخفاء قسري وتعتيم كامل عن الرجل ومكانه ومكان اختطافه وظروفه التي أيضا تصاحب عملية هذا الاختطاف والمنع المستمر والتام من التواصل معه أو إليه، سواء عن طريق أقربائه وعدم تسريب أي معلومات حوله. هذا الوضع الذي لم يمارس في حق أي من المختطفين الآخرين الذين تعج بهم سجون ميليشيات الحوثي يفتح تساؤلات كبيرة، وعلى مصراعيها عن طبيعة هذه الجماعة الإرهابية وما تحمله من حقد كبير ودفين على السياسيين المناهضين لها، وخصوصا الأستاذ محمد قحطان. ورغم أن الأستاذ محمد قحطان سياسي يمارس العمل السياسي، إلا أن هذا التعامل الإجرامي الوحشي اللا إنساني من قبل هذه الميليشيات الذي لا تقره لا الأخلاق ولا الدين ولا القيم ولا حقوق الإنسان يكشف بوضوح طبيعة هذه الجماعة الإرهابية، وأيضا يدينها محليا ودوليا، إذ أنها في حين كشفت على أقل تقدير عن مصير بعض القادة المشمولين ضمن القرار 2216، إلا أنها ما زالت حتى اللحظة لم توحي ولم تخرج أي معلومات عن الأستاذ محمد قحطان، ولم تسمح أيضا بالتواصل من قبله مع أهله وأقاربه. اليوم كان هناك حملة شعبية واسعة تضامنية مع الأستاذ محمد قحطان تدوي لها أرجاء اليمن، يتحدث فيها الجميع ويتساءلون أين قحطان يا جماعة الميليشيات الحوثية الإرهابية، ولماذا هذه الفترة كلها من التغييب والتعتيم، وما هدفكم من وراء مثل هذه الممارسات الإجرامية. هذه الحملة التي لاقت صدى كبيرا وتفرعاتها و6 سنوات من اختطاف الأستاذ محمد قحطان هي موضوعنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. نناقش هذا الموضوع ومتعلقاته مع رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح في مجلس النواب، عضو الهيئة العليا للحزب، الأستاذ عبد الرزاق الهجري. أستاذ عبد الرزاق، طابت أوقاتك بكل خير وأهلا وسهلا. حياكم الله أخي مختار، أنت وكل المشاهدين الكرام. تحية طيبة لك أستاذ عبد الرزاق. سنبدأ الحوار معك بعد أن نتابع هذا التقرير الذي أعده الزملاء عن الأستاذ محمد قحطان و6 سنوات من التغييب والإخفاء القسري. ونريد موقف واضح للأمم المتحدة، وإلا فنحن منسحبون من الحوار. آمن بالوطن وكفر بالعصبيات، وانحاز لظل الدولة رافضا جحيم العصابات، فوضعته الميليشيا في صدارة قائمتها للاختطافات. إنه محمد قحطان فارس ميدان السياسة ورجل قاعات الحوار الذي يتساءل اليمنيون ومعهم أحرار العالم عن مصيره بعد 6 سنوات من اختطافه على يد ميليشيا الإرهاب، وتكرار السؤال المؤلم عن مصير إنسان طوال 6 سنوات يؤكد أن الميليشيات لم تكتفي بالاختطاف الذي انتهك كل حقوق قحطان المواطن الإنسان، فمع جريمة الاختطاف تغييب قسري منعت معه الأسرة من الزيارات أو حتى مجرد الاطمئنان باتصال أو تطمين ولو ببعض كلمات. جرائم لا تنتهك كل الحقوق الإنسانية لقحطان فقط، بل تنتهك حقوق كل من لهم صلة بالإنسانية، وفي مقدمة ذلك أسرة قحطان التي تتعمد الميليشيا وضعها في مختطف القلق الدائم على الستيني المغيب منذ 6 سنوات. وأسرة قحطان تتسع باتساع الوطن الذي يواصل مواطنوه باختلاف انتماءاتهم المطالبة بكشف مصير قحطان،
وإطلاق سراحه كحق إنساني وقانوني، والاستجابة لمناشدات أسرته التي لم تتوقف لحظة منذ سنوات عن طرق كل الأبواب ومخاطبة المعنيين بحقوق الإنسان ليلتفتوا لقضية قحطان. قحطان الذي يدرك اليمنيون أن تعامل الميليشيا معه يختزل نظرتها ونظريتها عن المواطنة والوطن، عن السياسة والحوار. فمحمد قحطان كان فارس الحوار الذي واجه دعاة الحرب، وكما كانت كلماته تقض مضاجع الحوثيين كان اختياره لتوقيت الصمت أشد من الكلام على المتآمرين. وما يزال اليمنيون يتذكرون رفض قحطان الكلام بداية 2015 حتى يأتي المبعوث الأممي حينها جمال بن عمر برد واضح عن مصير الرئيس هادي الذي فرضت الميليشيا عليه الإقامة الجبرية. وموقف قحطان مثل إدراكا لعدم جدوى الكلام مع ميليشيا تقتات على الحرب وتكفر بالسلام، وترى الحوار مجرد فرصة للاستعداد للحرب. وإذا كانت السنوات قد أكدت أن من توقع أن تنجح الميليشيا للسلام عبر حوار وخطاب لم يجدوا سوى السراب والدم والخراب، فإن التاريخ الطويل للمواجهة بين الشعب ومشاريع الكهنوتيين يؤكد أيضا أن من اغتالوا أبا الأحرار الزبيري في إبريل 65 واختطفوا رمز الحرية قحطان في الشهر ذاته بعد نصف قرن من السنين لم يدركوا عند ارتكاب الجريمتين أن أمثال الزبيري وقحطان فكرة يستحيل أن تقضي عليها الرصاص أو تحتجزها جدران. ملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، أجدد الترحيب بكم مشاهدين الأكارم وبضيفي عبر سكايب عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني الإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الأستاذ عبد الرزاق الهجري. أستاذ عبد الرزاق مرة أخرى أهلا وسهلا بك، وللتذكير ما الظروف التي تمت فيها اختطاف الأستاذ محمد قحطان قبل 6 سنوات من الآن؟ شكرا جزيلا أخي مختار. في البداية اسمح لي أخي الكريم أن أوجه تحية إجلال وإكبار وتقدير للأستاذ الناضل الكبير الأستاذ محمد قحطان في محبسه وفي مكان إخفائه، ذلك الرجل الكبير في نضاله وفي فكره وفي وعيه وفي حمله لراية السلام والحوار. وبنفس الشكل أيضا نوجه تحية إكبار وإجلال لكل المختطفين من كل التيارات ومن كل الأحزاب ومن كل من يواجه الحوثيون، وهي كذلك تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة والأمن والرجال المقاومة الذين يواجهون مشروع السلالة والمشروع الإمامة الحديث الذي يشتغل لصالح المشروع الإيراني في كل جبهة من جبهات المعارك أو من جبهات السياسة والحقوق والإعلام، فلهم كل التحية والإجلال في هذا اليوم الذي يمر علينا بعد 6 سنوات من اختطاف القامة الوطنية الكبيرة الأستاذ محمد قحطان. في الحقيقة كما جاء في تقريركم أن اختطاف الأستاذ قحطان هو اختطاف المشروع الوطني، لأنهم استهدفوا باختطافه اختطاف المشروع الوطني الذي حمله قحطان مع غيره من القوى السياسية ومن العاشقين للحرية وللوطن أن يتسع للجميع، ووطن الحرية والديمقراطية والتعددية، الوطن الخالي من التمييز العنصري والطبقي والسلالي، الوطن الذي سعى إليه ثوار سبتمبر في 62 وبأهداف الثورة الستة التي كان اليمنيون طوال تلك السنوات يسعون لتحقيقها رغم العثرات التي حدثت في تاريخنا، إلا أنها كانت تظل منارة يسير الناس فيها. هذا الإخفاء والاختطاف للأستاذ محمد قحطان هو جاء نتيجة طبيعية للانقلاب الحوثي، جماعة جاءت من خارج التاريخ انقلبت على الشرعية الدستورية وعلى التوافق الوطني وعلى الحوار الوطني الذي كانوا جزءا منه، وهذه كانت أحد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها المجتمع الدولي ووافق عليها اليمنيون والقوى السياسية أملا منهم في أن يدفعوا بهذه الجماعة أن تتخلى عن العنف والإرهاب وتتجه نحو السلام، فقبلوهم في مؤتمر الحوار الوطني وهم يحملون الأسلحة، وكان الأصل ألا يدخلون مؤتمر الحوار إلا وقد وضعوا أسلحتهم جانبا، ولكن رغم ذلك
ظلوا يعني يخادعون الناس بالتقية التي هم يتعمدونها ويسلكونها في سلوكهم الحياتي والسياسي، وهم يعدون العدة للانقلاب على الدولة وعلى الشرعية وعلى التوافق الوطني. وللأسف الشديد بعدها جنت اليمن هذه الكارثة التي نعيشها اليوم، 6 سنوات من الحرب الإجرامية التي قادها الحوثيون، دمروا البلد، دمروا البنية التحتية، قتلوا 10,000 من اليمنيين نساء ورجالا وأطفالا، أخفوا 10,000 من اليمنيين من مختلف التيارات، أنهوا الحياة السياسية وقضوا على الأحزاب، اغتالوا الشخصيات السياسية، قتلوا المسجونين والمختطفين بالمئات في سجونهم. الصحفيين اليوم لا يزالوا في غيابة السجون لديهم ويحكمون عليهم بالإعدام. القيادات الدولة من الرئيس والنائب ورئيس الوزراء ومجلس النواب وغيرهم يحكمون عليهم بالإعدام ويصادرون ممتلكاتهم وبيوتهم. كل هذا العمل الذي يقومون به هو يكشف الحقيقة المرة لهذه الجماعة، والتي أظهرت بعد أن اختطفت قحطان وكانت يرى الناس أنها فقط هي يعني مسألة عادية في نظر البعض، لكنها أثبتت الأيام أنهم اختطفوا بلد بأكمله ومشروع الدولة والوئام الاجتماعي والنسيج الوطني دمروه. فما كان اختطاف محمد قحطان إلا بداية لأعمال إجرامية ارتكبوها بحق اليمن جميعا. ولكن ما يحز في النفس هو أن أسرة محمد قحطان ونحن وجميع اليمن لا نعلم، حتى لم يحدث حتى في إسرائيل للأسف الشديد. في إسرائيل من حق أسر المختطفين في سجون إسرائيل أن يعرفوا أين أبنائهم، من حقهم أن يتواصلوا معهم، بل بعض هؤلاء المساجين من المقاومين الفلسطينيين يدخلون في سجون الاحتلال وهم في الثانوية العامة ويخرجون بعد عدة سنوات من سجون الاحتلال وقد أخذوا الدكتوراه. أما هؤلاء يدخلون الناس معافين أصحاء فلا يخرجون إلا جثثا هامدة، ويخفونهم عن أهلهم ولا يعطونهم أي حق من الحقوق الإنسانية المتعارف عليها عند أبشع الناس. نعم أستاذ محمد، عندما تم اختطاف الأستاذ محمد قحطان قبل 6 سنوات وهو في طريقه يعني ذاهبا، وبعد ذلك هذه الفترة التغييبية كلها، ما الجهود التي بذلها التجمع اليمني للإصلاح بالتحديد لمعرفة أي تفاصيل عن الأستاذ محمد قحطان أو التوصل إلى أي معلومات يمكن أن يعني تفيد في حياته ومكان اختطافه وظروف اختطافه يعني خلال الفترة الطويلة هذه؟ هل هناك أي معلومات؟ شكرا لك أخي. قبل أن أجيب على الجهود التي بذلت، أنت أشرت فعلا أنه تم اختطاف الأستاذ محمد قحطان وهو في طريقه إلى عدن، وثم وضع تحت الإقامة الجبرية في بيته، ثم أخذ إلى يعني معتقله الذي لا نعرف عنه شيئا، وهو في بيته وهو يحمل راية السلام، لم يكن يقود معركة ولم يكن في ساحة معركة، وهو في بيته وهو رجل السياسة والحوار. من ذلك التاريخ حاول التجمع اليمني للإصلاح وكذلك مؤسسات الدولة والناشطين، حاولنا جميعا في أن نصل إلى نتائج أين مصير الأستاذ محمد، يتواصل مع أهله، حاولت أسرته وحاولت قيادة الإصلاح وناشطي حقوق الإنسان والشرعية والمجتمع الدولي، ولكن للأسف الشديد أصرت جماعة الحوثي وأجهزتها التي تجمع الناس على أن لا تعطي أي معلومة. ضغط الإصلاح وضغطت الشرعية والأشقاء لدى المجتمع الدولي، وتضمن قرار الـ 22/16 القرار الأممي نصا صريحا بإطلاق الأربعة المختطفين من القيادة السياسية، وهم الأستاذ محمد قحطان واللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي، ويعني صدر القرار الأممي بأن يتضمن يعني إطلاقهم كقادة سياسيين، ورفض الحوثيون ذلك. بعض هؤلاء الثلاثة الآخرين أعطوا معلومات عنهم، تواصلوا مع أسرهم، لكن للأسف الأستاذ محمد قحطان رفضوا أن يعطوا أي معلومة لا للمجتمع الدولي ولا لغيرهم. وكانت من ضمن القضايا التي طرحت بشكل واضح وصريح في جنيف 1 وجنيف 2 وفي الكويت كحسن نوايا وبناء الثقة إطلاق المعتقلين وعلى رأسهم هؤلاء الأربعة، إلا أن تلك الجهود للأسف الشديد لم تفلح،
ولا تزال هذه الجماعة الإرهابية تصر أن تمارس هذا الإرهاب الممنهج على محمد قحطان وغيره من وكثير من المعتقلين أمثال من ذكرتهم، وكثير من قيادات الإصلاح وناشطيه، وبعض القيادات من القوى السياسية الأخرى، سواء المؤتمر الشعبي العام الذين اختطفوهم بعد 2 ديسمبر 2017 ولا يزال بعضهم يقبع في السجن الآن، منهم عفاش طارق ومحمد وغيرهم من القيادات، وكذلك بعض القيادين في الناصري أيضا، وبعض القيادات من السلفيين يعني، وبعض مشايخ القبائل لم يتركوا أحدا في اليمن إلا واتجهوا نحوه ليسددوا سهامهم، حتى اليهود لم يسلموا منهم، وكذلك البهائيين وكذلك النساء والأطفال. أعتقد لم يكن هناك بيت في اليمن إلا وله هذه الجماعة حزن ومأتم. نعم أستاذ عبد الرزاق الهجري، سأعود وأكمل معك الحوار. ينضم إلينا من عدن وزير حقوق الإنسان الأستاذ أحمد عرمان. أستاذ أحمد أهلا وسهلا مع الوزير. أهلا وسهلا بكم. تحية طيبة لك مع الوزير. جهود وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمختطفين عموما، وفيما يتعلق بموضوع حلقتنا وذكر اختطاف الأستاذ المخضرم محمد قحطان، إلى أي مدى هناك تعامل من قبل الحكومة ومن قبل الشرعية جدي في التعامل مع المختطفين، للحديث عن أي مفاوضات قادمة أو مبادرات مطروحة؟ أين موقع هؤلاء المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان، لأنه لا يعلم عنه أو عن مكان اختطافه وظروفه شيء، من أي مبادرات أو حوارات سواء سابقة أو يمكن أن تكون حالية؟ أولا لابد الإشارة إلى أنه نحن طال الوقت لابد أن تقوم هذه الحكاية ما حصل هدف خلال 2014 والجرائم تحدثها من الشخص فيها معظم اليمنيين، وبالتالي هناك عملية توثيق مستمرة لحالات الانتهاكات التي تحصل في اليمن بشكل عام، وسيأتي اليوم حسب في اليمنيين تجاه هذه الجرائم قد يعني تحصل بعض الانتهاكات قانونية لبعض الشبكات، لكن حين لا بد من يوم لا بد تحرص محاسبة لما يقول. نعم ربما الصوت لم يصل إلينا واضحا بشكل كافي، راح نحاول الاتصال بك أستاذ أحمد عرمان ونأخذ منك أيضا تفاصيل حول هذا الموضوع ونأخذ ونعطي أيضا حول الموضوع. سأعود إليك أستاذ أحمد. أعود إلى الأستاذ عبد الرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح. أستاذ عبد الرزاق، رغم أن الحملات تطالب بإطلاق كل سراح المختطفين والمسجونين في سجون الميليشيات الحوثية جميعا، ومن ضمنهم القادة المشمولين بالقرار 2216 الذي أشرت إليه، وهم ناصر منصور، فيصل رجب، محمد الصبيحي، والأستاذ محمد قحطان، يعني الجميع الألوية السابقة العسكرية ومحمد قحطان من بينهم. الحوثيون يعني أتاحوا فرصة للقادة المذكورين بالتواصل مع أهليهم، ويعرف الجميع أنهم موجودين في سجون الميليشيات الحوثية وتواصلوا مع أسرهم، لكن محمد قحطان وعدم السماح المطلق لهذه الشخصية السياسية بالتواصل مع أسرته أو مع أي أحد من أقاربه، ما تفسيرك لهذا الحقد الدفين؟ والله يا أخي العزيز للأسف الشديد لم نجد تفسيرا منطقيا لهذا التعنت الغريب والانتقائي فيما يتعلق بالأستاذ محمد قحطان، رغم أنه كان من أكثر القيادات السياسية انفتاحا على كل القوى السياسية بما فيهم هؤلاء، ونحن في الحوار الوطني، وهو محمد قحطان أحد أعمدة الحياة السياسية في اليمن، وهو من مع رفيق دربه جار الله عمر رحمه الله والقيادة السياسية الأخرى أسسوا للقاء المشترك الذي ضم كل القوى الوطنية التي كانت بينها من الصراعات في الماضي الشيء الكثير، وكان يمد جسور التواصل مع كل الأطراف بما فيهم هذه الجماعة وهم في مؤتمر الحوار. لكن هذا الحقد الشديد لا يدل إلا على أنهم لا يؤمنون بفكرة السلام، وأنهم لا يعيشون إلا في ظل الحروب،
لأنهم يعتقدون تماما أن استقرار البلد والسلام وعودة الأوضاع إلى طبيعتها ستخرجهم من المعادلة التي يريدوا فرضها بالقوة وبالقهر وبالسلاح. وإلا ليس لدى الناس مانع أن يتحولوا، وطالبهم الجميع أن يتحولوا إلى حزب سياسي ولينزلوا، وإذا الناس اختاروهم في صناديق الاقتراع فسنبارك لهم جميعا، لكنهم يعلمون أنهم لن يقبلهم الناس، وبالتالي هم يكرهون كل ما يمت إلى الحياة المدنية والديمقراطية والتسامح والقبول بالآخر. ومحمد قحطان يمثل هذا النهج. نعم. محمد قحطان يعتبرونه يعني نموذج للمشروع اليمني المدني الذي يرفض الفكرة السلالة، يرفض فكرة الطائفية، يرفض فكرة المناطقية، يرفض فكرة التمترس الحزبي والطائفي والمذهبي، فيبدو أنهم يخرجون هذا الغل والكراهية للمشروع الوطني. نعم. بالانتقام من هذه النماذج التي تحمل هذا المشروع. نعم أستاذ عبد الرزاق، يعود إلينا معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ أحمد عرمان. أستاذ أحمد مرة أخرى أهلا وسهلا بك، ما هي الردود أستاذ أحمد التي تتلقونها من المبعوث الأممي أو من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يخص بوضع ومصير الأستاذ محمد قحطان؟ بشكل عام ترفض جماعة الحوثي التعليق أو الردود على أي ترسلها من أي جهة خلال مثلا تجاه الجرائم بشكل كامل، وما لم تسمح لأي جهة سواء محلية أو داخلية بالوصول لهذه المناطق التي تسجل، وترفض الحوثيين منذ 6 أعوام. طبعا بصير كثيرين، ليس فقط فيما يتعلق بمحمد قحطان وما إلى جانبه آخرين، وبالتالي هناك عمل تم وبالتأكيد هناك مهما طال الوقت هناك إجراءات من اتخاذها تم توثيق الكثير في العالم. طيب هل من دور يمكن أن تقوم به وزارة حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة سيساهم أو يمكن أن يساهم في يعني إعطاء المختطف شيئا من حقوقه على الأقل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث؟ كما سبق شرط لك من حقنا كيمنيين ومرجونا حقيقيا أن نراهن على الأدوات التي في أنفسنا. بالنسبة للأمم المتحدة لم تقم بما هو مطلوب منها بشكل عام، إضافة إلى أنها خلال الفترة الماضية لم يتح لها الحوثيين أي فرصة للقيام بأعمالها. لكن كما أخبرتك في النهاية لابد من محاسبة حول ما جرى، لابد من إجراءات يتم اتخاذها، وهناك إجراءات يتم توثيقها على مدى السنوات التي مضت. معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ أحمد عرمان كنت معنا، شكرا جزيلا لك معالي الوزير، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى الأستاذ عبد الرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع العلمي الإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع العلمي الإصلاح في مجلس النواب. أستاذ عبد الرزاق، يعني الحوثية تتحمل مسؤولية ما قامت به من اختطاف للأستاذ محمد قحطان، هل هناك معلومات عن الأستاذ محمد قحطان؟ هل يعني ما زال على قيد الحياة؟ يعني أي شيء من هذا القبيل؟ وكيف تحملون الميليشيات الحوثية حياته ومصيره؟ أخي العزيز، كما هو معروف وثابت أن من اختطف الأستاذ محمد قحطان وأخفاهم الحوثيون، وهم مسؤول عنه، ونحن نحملهم مسؤولية سلامة الأستاذ محمد وحياته، وهم مسؤولون عن يعني إطلاقه من هذا المعتقل، ويعني إبلاغ المنظمات والأمم المتحدة وأهله وجميع الذين يسألون إبلاغهم بالمعلومات الشفافة والواضحة عن وضع الأستاذ محمد قحطان. هم المسؤولون ويتحملون المسؤولية، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن حياة الأستاذ محمد وعن وضعه. والعالم يعني ينبغي أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا أكثر مما هو واقع الآن من قبل المبعوث الأممي ومن قبل الدول دائمة العضوية والدول المهتمة بالعملية السياسية في اليمن. ندعوهم من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحملة أن يمارسوا الضغط القوي على هذه الميليشيات أن تطلق الأستاذ محمد قحطان
وتبدي نواياها إن كانت صادقة في نوايا للسلام، ولكن للأسف الشديد ما نراه عكس ذلك. في الوقت الذي جاءت المبادرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن ورحب بها العالم ورحبت بها الحكومة والمجتمع الدولي، إلى اليوم الحوثيون يرفضونها، والتي تتضمن إيقاف الحرب، تتضمن فتح مطار صنعاء للمواطنين ليستفيدوا من المطار، تتضمن يعني تسهيل مسألة ضبط عملية دخول المشتقات وتسليم إيراداتها إلى البنك ليتم تسليم مرتبات الموظفين الذين حرمهم الحوثيون الآن سنوات طويلة. للأسف يرفضون كل هذا، وبعد ذلك ينتقل الناس إلى الحل الشامل. للأسف لا يزالون يرفضون ذلك، فندعو المجتمع الدولي يمارس ضغوطه على هذه الجماعة، وليعلم أنهم غير جادين في عملية السلام، والدليل أنهم لم يقدموا أي يعني ما يشير إلى رغبتهم في السلام، وعلى الأقل إطلاق هؤلاء المختطفين أو إبلاغ أهاليهم عن أحوالهم. ما دامت أستاذ عبد الرزاق الحوثية تحاول أن تربط ما بين فتح مطار صنعاء على اعتبار أنه كما يقولون ملف إنساني، مع بأي جولة مشاورات أو وقف لإطلاق النار قادمة، لماذا الشرعية أيضا لا تتمسك بحق الإطلاق المختطفين أو على أقل تقدير المشمولين بالقرار الأممي كجزء مقابل جزء يتمسك به الحوثيون؟ أخي العزيز، بالنسبة لفتح مطار صنعاء، الشرعية قدمت هذا المقترح من فترة طويلة، طرح في مرات سابقة وفي ستوكهولم، وطرحت الشرعية أن يفتح مطار صنعاء مثله مثل بقية مطارات الجمهورية وفقا للضوابط المعروفة. الذين رفضوهم جماعة الحوثي، الذين يرفضون أن يفتح مطار صنعاء هم جماعة الحوثي، لأنهم بالنسبة لهم ولقياداتهم ولجرحاهم ولمن يريدوا، للأسف الشديد هم يخرجوا من مطار صنعاء عن طريق طائرات الأمم المتحدة، لكن الذين يتألمون والذين يعانون الأمرين هم الشعب اليمني الواقعين تحت قبضة الحوثيين، من يريدون يذهبون للخارج للعلاج، يعني يتحملون أعباء السفر إلى سيئون وإلى عدن مسافات طويلة. والحكومة طرحت أكثر من مرة أنها تريد أن تفتح المطار لتسهل على الناس السفر وفقا للضوابط المعروفة في مطار عدن وغيره من المطارات، إلا أنهم يرفضون رفضا قاطع. ولا يمكن للشرعية أن تضع مسألة إطلاق المعتقلين مقابل فتح مطار صنعاء، لأن مطار صنعاء هو مصلحة للناس، لكن تضع الشرعية وضعت هذا الأمر، مسألة إطلاق المعتقلين، كواحد من نقاط الحديث مع الحوثيين في قضايا عديدة، وهي شرط من شروط حسن النوايا إن أرادوا أن ندخل في قضية السلام، وقد طرحت في جنيف 1 وجنيف 2 وفي الكويت وفي ستوكهولم، وكانت النقاشات والحوارات إلى وقت قريب، لأنها قضية إنسانية بعيدة عن يعني التجاذب. لكن للأسف الشديد الحوثيون يعتبرونها كدروع بشرية ليحققوا بهم مآربهم ويقايضوا يعني حياة المدنيين وحياة المختطفين بتحقيق مشاريعهم السياسية والعسكرية. الأستاذ عبد الرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في مجلس النواب، شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرزاق. مشاهدينا، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيوفنا الذين ينضمون إلينا أيضا للتعليق حول 6 سنوات من اختطاف السياسية المخضرمة الأستاذ محمد قحطان. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا عن الأستاذ المخضرم محمد قحطان. 6 سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري والتعتيم عن حياة وظروف هذا المختطف في سجون ميليشيات الحوثي. أستكمل هذا الحوار مع الشيخ هادي هيج، رئيس لجنة الأسرى والمحتجزين. شيخ هادي، أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. يا مرحبا بك وبقناة الحوثية. تحية طيبة لك شيخ هادي، نحن سعيدين أنك معنا اليوم، كونك رئيس لجنة الأسرى والمحتجزين وعلى طاولة المفاوضات حول المختطفين مع الميليشيات الحوثية. دار اسم محمد قحطان خلال الفترة الماضية كثيرا، ما الطروح والردود التي جرت حول الأستاذ محمد قحطان في المفاوضات السابقة؟ الحقيقة الأخ محمد قحطان تمر عليه السنة السادسة
من الاختطاف والاخفاء القصدي، وهذا الحقيقة مهيب في حق الأمم المتحدة. صندوقها اليمن كريفيت، لأن الأخ محمد قحطان يعتبر في حكم المسيء قصرا، وهو مشمول بقرار الأمم المتحدة 2016. الأصل أن تكون الأمم المتحدة هي تناضل من أجل إخراج محمد قحطان، وهذا حق في حق إقبال العين يكون في الأمم المتحدة. بالنسبة للمشاورات طرحت كثيرا، طرح الأسم الأخ محمد قحطان أمام أسماء كثيرة، لكن الذي لا زال يتمنى، والأمم المتحدة في حالة متفرغة ولا تقدم أي جديد في قضية الأخ محمد قحطان، رغم أنه من المسؤولين بالقرار. أيوة نعم شيخ هادي، عندما كنتم تطرحون اسم الأستاذ محمد قحطان في قوائم التبادل بين المختطفين والأسرى، الكل مقابل الكل، وتأتي الإفادات، بما كان يفيد الحوثيين حول الأستاذ محمد قحطان؟ عادة يفيد بأنه لا معلومات عنه. كنت تحدثت مع نعيم شريم نائب السبعود الذي هو يدير ملف الأسرى، وقلت له خلينا نكون واقعيين، كل المستجدين والمخفيين قصرا يجوز ان نحكم عليهم انهم غير موجودين، بس هل انت مقتنع ان محمد معلومات عنه؟ قال لا. قلنا فما هو الواجب نحن هذا؟ فوجدنا انه ليس لديهم اي فكره او اي طريق للوصول الى الاخر. طيب ما مبرر الحوثيين عندما لا يحاولون أن يردوا حتى على معلومات بسيطة عن الأستاذ محمد قحطان؟ ويعني إلى أي مدى أيضا الجهات الراعية لمثل هذه المفاوضات تضغط في هذا الاتجاه؟ ليس لديهم مبرر لهذه الإجابة، لكن لا يريدون الكشف. نعم، والأمم المتحدة مندوبيها ليس لديهم وسائل ضغط، ولا يريدون يضغط الحوثيين لإخراج محمد. اللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب واللواء محمود الصبيحي، هؤلاء القادة العسكريين، يعني ما الإفادات التي تقدمها الميليشيات الحوثية حولهم، خصوصا أيضا أنهم سمحوا أيضا لهم في الآونة الأخيرة بالتواصل مع أهلهم؟ ناصر منصور ووزير الدفاع محمود الصبيحي أفادوا أنهم موجودين، أنهم موجودين. بالنسبة لفيصل رجب شمله ما شمل الأخ محمد قحطان، أنه لا معلومات عنه بالنسبة للثلاثة. هل تتوقع أن تتم أي عمليات وصفقات لتبادل الأسرى والمختطفين مع هذه الميليشيات، وهي تتعامل بانتقائية وتخفي المعلومات عن شخصيات مهمة مثبتة أنها في سجونها واختطفتها يعني قبل 6 سنوات؟ يعني هل تتوقع أن تمضي أي صفقة من هذا النوع مع هذه الميليشيات وهي بهذه الطريقة وهذه العقلية وهذه الروح أيضا؟ والله يا أخي هذا الملف إنساني، نحن نتعامل معه بحسن نية، ونتعامل معه على أوسع نطاق لإخراج من نستطيع إخراجه، لأنه أي شخص للسجون ونستطيع إخراجه نعتبره إنجاز لهؤلاء الإخوة الذين يخرجون، وهم مش على الأربعة كيفا، على حتى الإخوة الصحفيين الأربعة يطلبوا إخراجهم. كنت تقابلت مع السفير البريطاني، قلت له هل أنتم في مجتمع دولي لا تريدون أو تشجعون عدم إخراج الحوثيين للصحفيين وذوي الرأي، إنهم محكومين عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين؟ قال لا. قلنا فما هو واجبكم نحو ذلك؟ قال إحنا سنحاول نضغط، وإن كان لا يستجيبون لنا لكن نحاول.
تواصل مع معين لكن صندوق الأمم المتحدة وماسك الملف يبدو أنه ما بيشدهم نية للضغط على اللوبيين لإخراج هؤلاء. نعم الشيخ هادي هيج رئيس لجنة الأسرى والمحتجزين شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك شيخ هادي، أشكرك جزيل الشكر شيخ هادي. وكانت الميليشيات الحوثية قبل 6 سنوات قد أوقفت الأستاذ محمد قحطان أثناء محاولة ذهابه للقاء رئيس الجمهورية في عدن، وعادته وأخذته إلى بيته يعني في تلك الفترة قبل 6 سنوات ووضعته تحت الإقامة الجبرية، ثم بعد ذلك أرسلت ميليشياتها لتختطفه من بيته ومنزله، ومن تلك الفترة وحتى اليوم لا تسمح هذه الميليشيات الحوثية بإصدار أو بإخراج أي معلومات عن الأستاذ محمد قحطان، رغم أن المعلومات عن الأستاذ محمد قحطان هو يعني قد يكون جانب إنساني لأسرته، أما هذه الميليشيات فلن يقدم لها أو يؤخر معرفة أسرته هل هو بصحة جيدة أم لا، لكن إصرارهم العجيب على أن يبقوا في هذا التغييب كنوع من الانتقام الخبيث الذي لا يمت لا للأخلاق ولا للدين ولا للقيم ولا للإنسانية ولا للقرآن الذي يزعمون أنهم مسيرته، ولا يعني تعاليم الإسلام الذين يدعون أنهم ينصرونه بالنصر الإسلام، بل بالعكس يعني كما أشار ضيفي الأستاذ عبد الرزاق بأن في كل سجون العالم في كل مكان أيضا يسمح على أقل تقدير حتى ل المختطف والمعتقل بأن يتواصل مع أهله وأسرته مهما كانت جريمته، فما بالك بسياسي لم يمارس جرم في حق أحد فما غير العمل السياسي والتعددي المشروع في بلادنا. أستكمل هذا الحوار مع الدكتور أحمد زبين عطية وزير الأوقاف والإرشاد السابق. دكتور أحمد أهلا وسهلا، تحية طيبة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. وفق الأخلاق والنظم والأعراف والدين والقيم، ماذا يعني تغييب شخص لمدة 6 سنوات وعدم السماح حتى بمجرد معرفة مكانه أو ظروف اعتقاله أو التواصل مع أسرته؟ حياكم الله وحيا ضيوفك الكرام. أولا نحن أمام مأساة إنسانية قبل أن تكون صراع سياسي بحت، وأنا أدخل لهذا الموضوع في الذكرى السادسة لاعتقال السياسي البارز محمد قحطان ورفاقه الذي معه وهم الثلاثة ناصر منصور ومحمود الطبيحي وفيصل رجب. يا أخي الكريم، في القانون الدولي وفي القانون اليمني لو أن إنسان ارتكب جناية وتم سجنه بموجب حكم قضائي فإن هناك مواد قانونية تضمن لأهل زيارته، تضمن لأهل الالتقاء به، ولو كان قاتلا صدر عليه حكم قضائي في قضية جنائية يلتقون به، يعرفون أين هو مسجون في أي قسم في أي سجن. هذه الجماعة منذ انقلابها في 2014 وهي داست على كل هذه الدساتير والقوانين وحتى القيم والأعراف، سواء كانت الأعراف القبلية والاجتماعية التي تعارفنا عليها في اليمن أو ما يتعلق بموضوع الأصول الشريعة الإسلامية التي تضمن للإنسان أن يلتقي بأهله وأقاربه. في خلال هذه 6 سنوات هذا الرجل مغيب، اختطفوه من داخل بيته، لم يكن حاملا سلاح، لم يكن في معركة، لم يكن داعي عنف، وإنما كان رجل محاور من الطراز الرفيع، وربما كان هو الوحيد الذي جلس في الموفنبيك أي إبان فترة الانقلاب وهو يتحاور معهم ويدافع عن الشرعية ويريد أن يقنعهم بأن ما قاموا به خطأ، بدلا من أن يبحثوا عن هذه العقول النيرة وهذه الأصوات السياسية العاقلة التي تقرب وجهات النظر
وتحاول أن تلملم شمل اليمنيين. هم أرادوا أن يوصلوا باعتقال قحطار رسالة مفادها أننا لا نؤمن بأي توجه سياسي، أننا لن نقبل أي طرف سياسي أن يحكم اليمن معنا، أننا ضد صوت العقل والمنطق، أننا ضد الحوار بأي صورة كانت. وبالتالي هي مشكلة معقدة ومركبة تتكون من هذه الجزئيات التي ذكرتها. اليوم الذي نستغربه أن كل التحركات الدولية في الآونة الأخيرة، سواء كان عبر المبعوث الأممي أو الأمريكي، لم يطرح موضوع المعتقلين السياسيين، وهم ليس قحطان ومن معه من القيادات فحسب، وإنما السجون ممتلئة بالآلاف من أبناء اليمن شمالا وجنوبا، لا لشيء إلا لغرض الكلمة. يسجن صحفي لأنه كتب مقالا، يسجن صحفي لأنه طلع في قناة تلفزيونية وانتقد طريقة هذه الجماعة الإرهابية وتعاملها مع الشعب اليمني. فبالتالي لم يطرح هذا الموضوع، ولم يفتح من قبل المبعوثين المتتالين. وأنا ما أدري ما معنى، ما هو مفهوم الديمقراطية لديهم، وما هو مفهوم الرأي والرأي الآخر، مفهوم الحرية التي يريد أن يعممها على العالم، ونحن إلى هذه اللحظة في اليمن يعني نفقدها كثيرا. الشعب اليمني الذي يغتن تحت سيطرة الحوثي هو في سجن كبير، هذا السجن عليه بوابين قتلة يقفون على أبواب كل المحافظات التي يغتنها إخواننا في مناطق سيطرة الحوثي. الأستاذ قحطان هو جزء من هذه العملية، إلى هذه اللحظة لا يعرف أولاده ولا أهله ولا أقاربه ولا حتى حزبه ولا المقربين منه ما مصير هذا الرجل. هل هو ما زال على قيد الحياة كما يشيعون في بعض الأحيان بموته، أم هذا الرجل موجود ومعتقل لديهم لكنهم مسؤولين عنه سواء كان حيا أو ميتا؟ مع أنني أجزم أنه ما زال على قيد الحياة، وهم يريدوا أن يجعلوه ورقة للمفاوضات التي يتوهمون أنها ستكون في المستقبل. اليوم الواجب على كل القوى السياسية الخيرة في البلد وعلى كل الجهات الدولية التي تعتني بالحرية والرأي الآخر أن تقف للكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان الذي 6 سنوات وهو في زنزانه مجهول وفي معتقل مجهول. نعم، أشرت دكتور أحمد بأنه تريد هذه الميليشيات أن تجعل من الأستاذ محمد قحطان ورقة للمفاوضات في أي مرحلة هي تفكر فيها، لكن في حقيقة الأمر عمليات الإخفاء التام لأي معلومة عنه لا تزيد ولا تنقص في أي مفاوضات. يعني هو محتجز لديهم ومعتقل ومختطف بالنسبة لهم، والكشف عن ويمكن استخدامها كورقة للمفاوضات في أي وقت، لكن عملية التعتيم عن حياته وعن ظروفه الصحية وعدم السماح له باتصال واحد مع أسرته، وربما له مدلول آخر غير فقط مجرد ورقة مفاوضات، ما رأيك؟ هذه يا أخي الكريم جرائم تترادف مع بعضها البعض. في خلال 6 سنوات ربما الثلاث المعتقلين معه، فك الله أسرهم جميعا، حصل تواصل مرة واحدة من كل يعني قيادي ربما بقاربه وأهله، لكن قحطان تحديدا في 6 سنوات هذه منذ أن اعتقل إلى اليوم ليس مجرد أنه يتصل بأهله، لا، وإنما الموضوع إخفاء لمكان تواجده، إخفاء لسجنه في أي مكان، هل هو في صنعاء ولا خارج صنعاء، هل هذا الرجل وضع صحي مطمن ولا غير مطمن. أنا أعتقد أنه الحوثي كل شيء جائز عنده، يعني ممكن في أي لحظة من اللحظات لو شعر على أنه قحطان ليس لن يحقق لهم الهدف المطلوب من مساوماتهم السياسية ربما يقضوا عليه في أي لحظة من اللحظات. هذا هو الموجع والمحزن، أن مصير الرجل مجهول إلى هذه اللحظة. ونحن في هذه الحملة التي انطلقت الليلة نناشد ليس مجرد الحوثيين، أما الحوثيين معدومين الإحساس والإنسانية، ولكننا نناشد الجهات الدولية والمجتمع الدولي بأن يضغطوا على هذه الجماعة للكشف
عن مصير هذا الرجل ورفاقه الذين يقبعون في هذه السجون كل هذه السنوات. نعم، اليوم أستاذ دكتور أحمد عطية هناك حملة تضامنية ودعوات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات والإذاعات تتحدث عن الأستاذ محمد قحطان في ذكرى اختطافه، وتطلب وتناشد الجميع للكشف عن حياته ومصيره والعمل على إطلاق سراحه وجمعه بأسرته. كيف تتابع هذه الحملة وما أهميتها؟ الحملة بالنسبة لها حقيقة كبيرة، لكننا ربما أنها في المحيط اليمني والمحيط العربي. نحن نتمنى أن تترجم باللغة الإنجليزية حتى توصل إلى صناع القرار الذين يتواصلون مع الحوثي ويلتقون به في مسقط ويلتقون به في الأردن ويلتقون به في عدد من الدول، بأنه هذا الرجل لماذا لا يدرج اسمه ضمن الصفقات الأسراب على رفاقه؟ لماذا هذا الرجل تحديدا يتعامل معه بهذه الكيفية؟ يا رجل لو سمحوا لزوجته وأولاده جانب إنساني بحث بأن يلتقوا به ولو حتى خمس دقائق، لكن نحن هكذا الجماعة تنظر لهذا الرجل، وهو دليل على أنه ذات ثقل سياسي، وهو يعتبر عقل من عقول السياسة اليمنية التي ربما لو كان خارج القضبان لكان الوضع مختلف في كثير من الملفات السياسية العالمة. طيب هل ترى دكتور أحمد بأنه لابد من طرح أسماء المختطفين وخصوصا الأستاذ أحمد الأستاذ محمد قحطان في أي حديث عن مبادرات جديدة مطروحة وخصوصا ما يجري في مسقط؟ نعم، لأنه إذا كان هم بيطرحوا قياداتهم المعتقلين من ميدان معركة مع الشرعية ويضعونهم بقوة، وقد تم في الفترة الماضية إطلاق عدد من القيادات ربما في تبادل صفقة أسرى، لكن اليوم حتى اللجنة المكلفة من قبل حقوق الإنسان لابد أن يطرحوا موضوع محمد قحطان والثلاثة القيادات الأخرى بوضوح. الرئيس سألوه قبل فترة أنه يعني نحن نريد أن نطلق يعني أخوك لكن بتنازلات كبيرة، فقال أخي يعتبر واحد من ضمن المعتقلين والأسرى اليمنيين. اليوم قحطان يعني حتى الاتصال لم يحصل منه، معنى ذلك أنه لزاما على اللجنة التي تتبع الحكومة أن تضع موضوع قحطان في أول مشاورات في الأردن بقوة وبوضوح حتى يتخذ الرأي العام أين مصير هذا الرجل. الدكتور أحمد زبين عطية وزير الأوقاف والإرشاد السابق شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا دكتور أحمد، شكرا لكل ضيوفي الذين كانوا معي في حلقة هذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، الأستاذ عبد الرزاق الهجري عضو الهيئة العليا للتجمع العلمي للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، وكذلك الشيخ هادي هج رئيس لجنة الأسرى والمحتجزين، كما أشكر أيضا الأستاذ أحمد عرمان معالي وزير حقوق الإنسان الذي كان معنا، وختاما مع الدكتور أحمد عطية كان معنا أيضا في حلقة هذه الليلة. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقاتنا القادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.